عايز اقول لك ان اليشع بالايمان سكت كل مخاوفه. هقول جملة: ايمانك هيخرس كل مخاوفك. ايمانك هيسكت مخاوفك. الخوف من المستقبل، الخوف من فشل الزواج، الخوف من الفشل في الشغل، الخوف من الديون، الخوف من الطلاق، الخوف من فشل تربية الأولاد، الخوف من أنك ما تنجحش في أي شيء، الخوف من عدم ارتباطك، أيًا كانت المخاوف، الخوف من أي شيء خفي أو ظاهر. أحب أقولك أن الإيمان هو مفتاح الانتصار على كل أرواح الخوف، لأن الكتاب قال: الله لم يعطينا روح الخوف بل روح القوة. الإيمان هو روح القوة. لما يبقى عندك إيمان حل عليك روح القوة. الله لم يعطينا روح الخوف بل أعطانا روح القوة. إذن الإيمان هو اللي بيسكت كل صوت شيطاني ضدك. الإيمان أو ترس الإيمان هو اللي بيطفئ جميع سهام العدو الملتهبة. ادرس كويس حياة إليشع وجحزي، تعرف الفرق بين الروح والجسد. حط جحزي وإليشع، شوف ده بيتكلم إزاي وبيشوف إزاي، وشوف ده بيتكلم إزاي وبيشوف إزاي. فالإنسان الروحي لا يسلك بالعيان بل بالإيمان يسلك. البار بالإيمان يحيا. يعني إيه الإيمان؟ الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. الإيمان يعني أنت بتبقى عندك ثقة وإيقان بأمور مش شايفها بعينك.